أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وإليكم آخر الأنباء. مصري يختطف طائرة من الإسكندرية بسبب طليقته ويطلب اللجوء إلى قبرص. معاكم إيه؟ لو فكرتوا تنزلوا أي دولة إفريقية تلاتة بالله العظيم هتكون مفاجأة الطيارة. في لقاء أحد ركاب الطائرة المختطفة بعد عودتهم إلى مصر قائلاً: وهي كانت تجربة لذيذة عامة يعني، يعني ما بتمرش عليك دي مرة واحدة في العمر وكده. اتعودي عليا النعمة، أنت راجل عسلية. بعد صدور تقرير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه، السيسي يصدر قراراً بإقالة المستشار هشام جنينة. ما يصحش كده، إحنا بنتجاوز كل حاجة. غوريلا ثلاثية الأبعاد تقتحم استوديو على الهواء. انتي جميلة؟ انتي كمالو؟ انتي اسمك ايه طيب؟ بقول لك ايه؟ إذا كنت انتي غوريلا فأنا داليا. يا أختي حبيبتي بابويا. قبلة من ممثل هندي تحرج مذيعة مصرية. يا عاصم! ايه الحلاوة دي؟ انت بتاكلي ايه؟ وزير الزراعة الخير قادم على يد السيسي. ازاي؟ ازاي؟ ابراهيم حجازي عندنا مين ندلعه غير الظباط؟ هو احنا مين عندنا مين ندلعهم ولا مين نحطهم على دماغنا ولا مين نحطهم جوه عينينا غير ظباطنا دلوقتي؟ يا سودا يا كودا يا حق الهباب قعدت على النقره كششتك كده. ضيف طوني خليفة: أنا مت ورجعت تاني واتحسبت في الدنيا. أنا حاربت وقتلت وانا اعتداء أصحاب محل بيتزا شعبي على منى عراقي وفريق العمل بالضرب. ما تودش إيدك وإليكم فقرة تأهل منتخب مصر بنسبة 99% لبطولة الأمم الأفريقية بعد غياب 3 بطولات. صورة الأسبوع، هاشتاج الأسبوع. كان هذا موجز لأهم أنباء الأسبوع، فوتكو بعافية. موضوع طيارة كوميديا، يعني هو طلع خطف الطيارة وثبت الناس عشان في الاخر يروح يشوف طليقته. شايفين الحب؟ عملتوا ايه انتوا لحبايبكم؟ تعلموا.